السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم متابعينا بكل خير. أول صور تشويقية لتيوتا كامري موديل 2025، كما تلاحظون تأتي هجينة ودفع رباعي أيضا. هذا شكل السيارة من الخلف، شكل الأسطبات الخلفية مقسومة إلى قسمين علوي وسفلي، وهذا شكل السيارة مموه أثناء تجارب الأداء في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا شكل السيارة من الخلف، سوف تأتي قريبا من شكل هوندا أكورد. لا تنسوا متابعينا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. انتظرونا فيديوهات قادمة إن شاء الله، وشكرا لكم.